السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من منبر الرافدين. يشهد العراق تمردا من ميليشيات الحشد لقرارات رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، إذ وصف النائب عن محافظة نينوى شيروان الدبرداني ما تقوم به ميليشيات الحشد لواء 30 في سهل نينوى أنه تمرد بعد رفض الأخيرة تنفيذ أوامر عبد المهدي بالخروج من مناطق سهل نينوى وتسليمها للشرطة المحلية. هذا التمرد إن صح وصفه يتناقض مع القوانين التي أصدرت لشرعنة وجود الميليشيات في العراق، والتي تؤكد أن تبعية الحشد الشعبي بكافة الميليشيات التي تنضوي ضمنه هي للقائد العام للقوات المسلحة ألا وهو عبد المهدي. نطرح عدة تساؤلات في هذه الحلقة، كيف إذن تتمرد الميليشيات على قرارات عبد المهدي وهي تابعة له؟ ولدينا سؤال آخر، ماذا يملك رئيس الوزراء لكي يطبق القرارات والقوانين التي أصدرها؟ وماذا عن تصريحات زعماء الميليشيات التي حملت التهديد بين طياتها وعلنا أيضا لحكومة بغداد إذا ما أضرت بوجودها وبمصالح إيران؟ ألم تثبت ميليشيات الحشد بتصرفها الأخير في سهل نينوى أنها ليست خاضعة وأنها خارج سيطرة الدولة؟ هذه أسئلة نطرحها في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، ولكن بعد فاصل قصير. بالنسبة لنا بالفتح واضحين، نرفض أي تدخل أجنبي في العراق. العراقيين المفروض أن يقوموا تمثال لقاسم سليماني لأن خلصهم من داعش. لم ولن نسمح بأي تدخل أجنبي. الإمام إذا يقول حرب حرب، وإذا صار تدخل أجنبي صدقوني لا استقرار في العراق. الإمام إذا يقول صلح صلح، ولا نجاح في العراق. نعم نحن مع الإمام. وشعارنا يجب أن تكون الحكومة القادمة قرار عراقي الامتياز. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نطرح بعض التساؤلات طبعا في هذه الحلقة كما تابعتم في بدايتها عن دور هذه الميليشيات وتصرفاتها وتمردها كما وصف من بعض المسؤولين في حكومة عبد المهدي لقرارات عبد المهدي، والذي هو في النهاية وفق القانون ووفق القرارات التي شرعها والقوانين التي شرعها البرلمان هو القائد العام للقوات المسلحة وقائد الحشد الشعبي بميليشياته. ولكن السؤال هو، لماذا لا تنصاع إلى أوامره وما دلالات ضعف حكومة عبد المهدي في تنفيذ قراراتها؟ نتابع مع حضراتكم الآن بعض المقاطع التي نود أن نبدأ بها هذه الحلقة، وهي عن ميليشيا الحشد تحديدا لواء 30 في سهل نينوى والحشد الشبكي، والذي أمر أو رفض تنفيذ أوامر عادل عبد المهدي بالانسحاب من سهل نينوى لاستبداله بقوات الشرطة المحلية. هذا الموضوع أدى إلى تصعيد في التصريحات، وأدى كذلك إلى تراجع من عبد المهدي في قراره بسحب هذه الميليشيا من سهل نينوى. ونبدأ مع إغلاق ميليشيا الحشد شوارع منطقة الشلالات شرقية مدينة الموصل بالسواتر الترابية، رفضا لقرار سحب اللواء 30 تحديدا الحشد الشبكي من مناطق سهل نينوى. فنشاهد.
كما نتابع مع حضراتكم الآن مشاهدينا الكرام عناصر الحشد الشبكي وهم يستهدفون ميليشيا الحشد الشبكي تحديدا، أو نعم هي منضوية ضمن الحشد الشعبي بشكل عام، وهي تستهدف سيارات الشرطة والجيش بالحجارة. فلنشاهد. طبعا نشرنا قبل ايام على او في برنامج تواصل دوت كوم مقطعا لاحد الاشخاص المنضوين للحشد الشعبي، وهو يتحدث عن قيام عناصر اللواء 30 التابع للحشد بتعذيب السنه وباشراف من ابو مهدي المهندس. وكذلك هذا الشخص نشر مجددا مقطعا اخر فيه لقطات لممارسات الميليشيات الطائفيه ضد السنه، وذكر ان هذه الميليشيات ساومتهم على دفع مبالغ طائله مقابل اخلاء سبيلهم. فلنشاهد. بالفيديو اللي سويته قبل يومين اكثر من يومين انه ننشر جرائم الحشد الشعبي وجرائم اللي ارتكبتها لواء 30 ميليشيات الشبكيه بقياده وعد القدو المدرج اسمه في لائحه الارهاب، وايضا وعدتكم ننشر جرائم ايضا بالاشراك مع وعد القدو او لواء الشبكي اللي هم بابليون لواء 50 بقيادة ريان الكلداني المدرج اسمه ضمن لائحة الإرهاب. طبعا الفيديو اللي راح ننشره اليوم هم أشخاص، آسف أن أسمي بمسميات دينية وطائفية، لكن أرجو أن تفهمون بأنني فقط للتوضيح أسمي بأسماء حتى يعرف المشاهد من هو الجاني ومن هو المجني عليه. الفيديو اللي راح تشوفوه هسه هم شباب ووالدهم وأبوهم يظهرون اعتقلهم الحشد الشعبي من ناحية نمرود. طبعا هؤلاء الشباب التقيت بهم عندما كنت أنا مخطوف، التقيت باثنين منهم فقط حتى أكون واضحا، التقيت باثنين منهم وحكوا لي الموضوع انه موضوع استفزازي، ارادوا منهم بابليون ريان الكلداني ووعد القدو وحنين القدو ايضا شقيق الوعد القدو، طلب منهم 80,000 دولار مقابل ان يخلص سبيلهم، وهم يعني لا امكانيه لهم بدفع هكذا مبلغ. طبعا كما تابعتم مشاهدينا الكرام هذه المقاطع، نذكركم أن بإمكانكم أن تشاركوا معنا من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، أو من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تتيح لكم التواصل معنا عبر إرسال رسائلكم النصية. هذا التصعيد الذي جاء والرفض الذي تابعتموه من قبل ميليشيات الحشد في سهل نينوى لواء 30 تحديدا، قاد عادل عبد المهدي إلى التراجع عن قراره بسحب الميليشيا من سهل نينوى. هذا قرار رآه البعض بأنه ليس مستغربا نظرا لضعف هذا الشخص
في السيطرة على هذه الميليشيات، ورأى البعض أنه كان مفاجأة كذلك في أن يتخذ هكذا قرار ليؤكد أن الدولة فاقدة للسيطرة على هذه الميليشيات، تزامنا طبعا مع رغباتها. صحيفة الاندبندنت بنسختها العربية قالت إن الاتفاق الجديد بالعدول عن سحب ميليشيا الحشد الشبكي من سهل نينوى يعد ضربة لقرارات رئيس الوزراء. أضافت كذلك أنه بعد رفض ميليشيا الحشد تنفيذ قرار عبد المهدي بسحبها من مناطق سهل نينوى ورجمها قوات الجيش بالحجارة، قامت السلطات العسكرية والأمنية بالدخول في مفاوضات مع اللواء 30 الشبكي والخضوع لمطالبه، وهي آلية يمكن لها أن تتكرر في مختلف مناطق انتشار الميليشيات المسلحة. طبعا كما تابعتم تراجع أيضا عادل عبد المهدي عن قراره بإبقاء أو بسحب اللواء 30 من ميليشيات الحشد الشبكي تحديدا في سهل نينوى، ويعني نحن نتساءل عن الأسباب التي أدته أو قادته إلى التراجع عن قراره، ولماذا إذن أصدر هذا القرار إن لم يكن متأكدا أنه سيكون قرارا نافذا أو سينفذ وسيطبق على هذه الميليشيات. نستمع إلى رأي السيد أبو عمر من السليمانية. تفضل أبو عمر. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا بالبداية أحيي كل شريف في الوطن على هذا اليوم العظيم، المناسبة العظيمة 8/8/1988 اللي تمر ذكراها اليوم علينا. زين انتصار العظيم اللي حقق العراق على هؤلاء المجوس الأنجاز، هذا الشرف العظيم اللي كرمنا به رب العالمين، وحيهم تحية الأبطال. وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن كل شهيد تشهد في هذه المعركة أن يدخلوا في تسيح جناتي. طيب. وأن يجعل قتلانا في الجنة وقتلهم في النار إن شاء الله. أبو عمر موضوعنا بالنسبة إلى موضوعك أستاذ، أنا رغم أن اعتراضي على عنوان الحلقة ما بين الميليشيات والحكومة، هو ما توجد حكومة، هي مسألة تبادل أدوار لا أكثر ولا أقل. راح نوري، راح إبراهيم، راح الحيدة، راح مثل ما يقول هذا عادل وغيره وغيره، هذول كلهم ميليشيات، هذول كلهم جوي من رحم الحرس الثوري الإيراني، احنا ما ننساها، كلهم كانوا يقاتلون مع إيران. أما نجي نسمي هذا حكومة والله ده ينتصر، وانت شفت كلها ضحك على الزقون. هذول يا سبحان الله، يعني الرسول عنده حديث صلى الله عليه وسلم يقول يولد الإنسان بالفطرة، هذول أيضا يولدون بالفطرة كذابين، يعني بالفطرة يولد من النطفة هو كذاب، يا سبحان الله. زين فإحنا كيف نجي نثق بعادل ولا بنوري ولا بغيره، هم يضحكون على نفسهم يضحكون على غيرهم. المشكلة ليست بهؤلاء، المشكلة من يصدق هؤلاء ومن هو مؤمن بهؤلاء ويحمل السلاح ويدافع عنهم. ليش هو مليونين أستاذ، الله يخليك يا أستاذ محمد، يقومون بهذا العمل. زين أنتم ماذا تعرفون، ماذا تشوفون الحديدة حامية عليكم، جايتكم والله العظيم جايتكم الحديدة الحامية. زين وين تخلصون من هاي الناس؟ هاي الناس صارت عدة ثارات، صارت عدة. أبو عمر نحن نسأل ما على ماذا يدل تراجع عادل عبد المهدي عن قراره في سحب ميليشيا الحشد اللواء 30 من سهل نينوى؟ هو صحيح عليه ضغوط من إيران، لكن نفس الوقت هو كذاب أجلكم الله. هذا قرار اتخذه وانسحب عنه، بس زين وين احنا خل نجي على القرار اللي أصدر الديوان الرئاسي وأصدر وما أدري شنو، حل الميليشيات كلها كذب بكذب أستاذ. هذول أمريكا تعرف ما يفيد وياهم، كل علاج ما لهم إلا أن يبدي. هو من مصلحة أنه يكذب يا أبو عمر؟ هل من مصلحة عادل عبد المهدي أن يكذب وهو يصدر قرار ويتراجع عنه؟ هذه الخطوة كما هو ملاحظ الآن وكما هي التصريحات الواضحة إن دلت على شيء تدل على ضعف هذه الحكومة وضعف شخصية عادل عبد المهدي، إذن ليس من مصلحته أن يكذب في هذه الخطوة. أستاذ هو ما إلى كل قيمة، هو مجرد أمريكا تعرف ما إلى كل شخصية، هذا يهود يجي هو يغض النظر عن شخصيته، تعرف هو جد وزنه وجد قيمته كم فلس هذا. زين إذا أنت ما تعتبرها كذب وكذاب، أنا أقول لك تقية، خلينا نقول تقية. زين التقية هم معناها الكذب، تكذب في سبيل خلص نفسك، فهم نفس الشيء. زين فكل علاج ما لهم. إحنا أقول لك يا صريح العبارة، الجزء الثاني من داعش قادم، شئنا أم أبينا،
هذا مو كلام، هذا مثل ما يقول اعتباطا. هاي التقارير والأخبار والمخابرات الدولية الأمريكية وغيرها تقول جايك الجزء الثاني. طيب ما تريد يا أبو عمر، حتى وأن يعني كلام حضرتك، ولكن كيف يطبق هذا الكلام على أرض الواقع وأنت في بلد، يعني خلينا نتحدث عن الحكومة، الحكومة لديها هذه القوات وهذه الميليشيات، وفق القانون هي تابعة للحكومة الميليشيات، ألا تعتبر قوة بالنسبة لها؟ ما مبررات أن يعود تنظيم متطرف مرة أخرى إلى العراق في ظل وجود هذه القوات؟ ما هي التبريرات التي ستكون لديهم هذه المرة؟ أستاذ هذه المرة هو لإسقاط هذه العصابات، لكسر يد إيران بالعراق، إنهاء هذا الدور الذي قاموا به 16 سنة. هو شنو قصده؟ يريد يصلح الوضع اللي اجى بال 2003. هو بنفسه يعترف يقول احنا اخطانا، احنا دمرنا العراق، سياسات بوش سياسات اوباما دمرت. هو الرجل بنفسه يعترف، وهو انطاك وعود، الرجل بينفذ الوعود مالته. اكو واحد انطاك الدعايه الانتخابيه ما نفذ، ما يحتاج يكذب. هو حاط حيطه وحده بسطي خلاها تخسر 300 مليار. هو خايف من هاي الحشرات الثانيه، هو هذا دونالد ترامب خايف من هذه الحشرات. الصين خلاها جابها تجيب قوة عسكرية، قالت احنا مستعدين ان ناتي وان نكون جنود تحت يد سلطة القيادة الامريكية. طيب. دولة عظمى مثل الصين خايفة تفتح عندها قوة عسكرية وصناعية وتجارية ومالية. هذول شنو دول احنا واحد نعول؟ هي بس تنتظر الى ان يتوفر الاسباب القادمة ان شاء الله، وراح تشوفون سقوط هؤلاء ونهاية هؤلاء. أبو عمر من السليمانية، معنا السيد محمود من الموصل، تفضل محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخو شاكو عيني أخباركم؟ الحمد لله. أهلا وسهلا، تفضل. أخويا بالنسبة لهاي ما تهلنا هنا. نعم. هاي مدفوعة معروفة يعني، وناس يعني حقت هاي الشغلة ما سهلنا هنا. ما يريدون استقرار بالموصل وما يريدون استقرار بالموصل. من أمان ما يريدون السيد محمود؟ من أمان؟ هم جماعة الحشد أخويا ما يريدون. طيب. هم جماعة الحشد، كل المشاكل هي مع الموصل من جماعة الحشد. أها. طيب شنو رأيك أنه أنت القرارات اللي تصدرها حكومة عبد المهدي قرارات لا تنفذها الميليشيات، الميليشيات ترفض أصلا أن تتبع أوامر عادل عبد المهدي، وفي القانون هم يتبعون عادل عبد المهدي. طيب شلون نفهم هاي النقطة؟ هم لازم يتبعون قرارات الحكومة، قرارات رئيس الوزراء، قرار هو حاكم العراق هسه حاليا. احنا ما حاكمتنا غير دولة، ما نمشي بأمر غير دولة، احنا نمشي بأمر دولتنا. وبرأيك الميليشيات اللي مثبتة بالقانون ان هي تتبع عادل عبد المهدي، وبنفس الوقت هي لا تستمع الى اوامره وقراراته، برأيك انت سيد محمود على ماذا يدل هذا؟ نعم أخويا، هاي قرارات إذا ما يبدل على بال رئيس الوزراء يعني تابعين لإيران. شلون؟ عفوا ما فهمت. إيران أخويا. إيران. تابعين لإيران أخي، تابعين لإيران. تابعين لإيران. أوامرهم كلها من إيران. أوامرهم. المتحدث باسم ميليشيا النجباء نصر الشمري سيد محمود قال سنسقط حكومة بغداد إذا اتخذت خطوات تتعارض مع مصالح إيران. يعني أو خطوات ضد مصالح إيران. هذا التصريح من أحد زعماء أو القياديين في الميليشيات المنضوية ضمن الحشد. هذا التصريح واضح وصريح أن هناك سيكون رد على هذه السلطة في حال اتخذت خطوات. طيب كيف لهذه الحكومة، حكومة عبد المهدي، أن تقود هذه الميليشيات وهي لا تستطيع أن تسيطر عليها ولا تستطيع أن تنفذ قراراتها؟ شلون تقدر تقودهم؟ ما تقدر تقودهم الا ما امريكا هي تحط ايدها ويا الدوله معنا، ما يقدر يقودونهم. هي قرارات امريكا. هسه الحكومه تراجعت حابه الميليشيات. سيد محمود، هسه الحكومه تراجعت عن قرارها، وميليشيا لواء 30 في سهل نينوى ستبقى في سهل نينوى. هذه الميليشيا لديها مكاتب اقتصاديه، المكاتب الاقتصاديه فيها عمليات ابتزاز للمواطنين واتاوى تفرض على الناس. حضرتك من الموصل، يعني كيف تتابعون هذه المواضيع وقضية المكاتب الاقتصادية اللي تبتز الناس بأموالهم وما يملكون؟ نعم 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 نعم، يستفزون العالم، يستفزون الناس، يأخذون يسجنون ويساومون على مبالغ ويأخذون مستفادين، ميليشيات مستفادة
مستفادة حتى من الاستثمار بالموسم استفادة أخي. حتى استثمار بالموسم استفادين، ما بس أشكال الذي بالأساليب بالموسم كلته هي من ضمنهم هم نفسهم. استثمار شلون مستفادة سيد محمود؟ وضح لنا إذا عندك معلومات أكثر، حضرتك من المدينة. نعم أخي جيعانكم جيعان الدولة، جيعان الدولة استثمروها أخذوها بنوها بالنسبة للغابات، بالنسبة للدرقزية، مقابل مهنزي خانة، مقابل على الأثرية مال نبي يونس، مقابل التلمر النبي، كلها أخذوها سيدي يعني كلها استثمار، أخذوها محلات كلها سووها بالدفاتر. نعم سيد محمود أشكرك للمشاركة، وضحت الفكرة. نقرأ بعض الرسائل التي جاءت على الواتساب. سيد مبروك من الإمارات يقول: السلام عليكم، تحية لك أخي محمد ولصوت الحق الناطق بلسان معاناة العراقيين الأحرار. يقول: الأزمات استفحلت بالعراق في ظل حكومات تابعة لجارة السوء إيران، لم توفر وظائف وتعليم وصحة وغذاء وماء وكهرباء. أزمات العراق وضعف الحكومات وإجرام الميليشيات التابعة لحكومة جارة السوء إيران مادتهم القتل وأشكال عديدة، هيمنة نفوذ جرائم يندى لها الجبين الإنسانية معها الحكومات الفاسدة. الثورة للأحزاب هي الخلاص من واقع الحال ولإيجاد الوطنيين لحكم العراق. في رسالة أخرى يقول: السلام عليكم، من عبد الخالق الناصر. الميليشيات سبب دمار العراق طبعا، كثرت البطالة والأمراض والتجاهل، إلى متى هذا الحال يا حكومة؟ الشعب العراقي المظلوم تعب، وأشكر قناتكم الرائعة وتحية لك. ممكن النشر؟ تم النشر. ورسالة أخرى يقول: السلام عليكم أستاذ محمد، هي الحكومة ميليشيات، أما بخصوص سحب قراره لأن القرار بيد سليماني والمهندس والعامري، ولا تنسى عادل عبد المهدي شخصيته ضعيفة، حتى من يسوي مؤتمر الأسبوعي يتكلم وهو مهزوز، وهو يحسب ألف حساب لإيران بسبب إيران هي من أتت به إلى رئاسة الوزراء. مع احترامي لكم أبو عمار من السويد. شكرا أبو عمار. معنا السيد أبو مصطفى من الموصل، تفضل. جواك الله أستاذ محمد. حياك الله أبو مصطفى. تحية. بالنسبة للميليشيات إن شاء الله انتهوا، ولو باقين متسترين بالجيش حاليا، ما زين في سمية الجيش، لكن نوعا ما الأوامر لهم، ولكن إن شاء الله قربت نهايتهم، لأن نهايتهم نهاية إيران إن شاء الله قربت. هم شنو اللي عملوا؟ حتى لو نجي ننظر إلى طريق الاستعمار السابق، يعني عنده هناك بعض الإصلاحات كالجسور، بعض المستشفيات، لكن من تجي على الاحتلال الإيراني المجوسي، أي شيء ما عنده صحيح، كله ذبح، قتل، أفيون، حشيشة، تهجير. يقول لك أبو مصطفى، يقول لك الحشد حرر المدن وحرر الأعراض. طيب وين الأعمار؟ الأعمار سأل عليه، هو من احتلال المدن؟ هو الحشد قبل الدواعش، هم كانوا محتلين الموصل. ليش المناطق السنية؟ يعني نقولها بمرارة للأسف الشديد، احنا عرب نقول نحكي بالقومية ما نحكي بالمذهبية أو الطائفية. نرجع ونقول قبل الدواعش، قبل 2012 حكومة الملك ماذا عملت بالموصل والمناطق السنية؟ أصلا أنهكتنا، دمرتنا، احتلت احتلال مو طبيعي، قتل كان وخطف وتشريد وفزاج، كل الوسائل كانوا يستعملها، يعني بالسيطرة كل شارع بين سيطرة 100 متر داخل المدينة، لحقوا أنفسنا، حتى دزلنا دول الدواعش من جوا اللي جوا عن طريق سوريا، بشار الأرنب الله لا يفقه هو ولا يرحم أبوه، اللي هذول عبر تاريخهم أيضا خونا هذول، فلعبوا هاي لعبة في سبيل قسم من الشباب ينخرط إلى هذا الفئة الضالة الطايحة للدواعش اللي أجرمت أيضا مثل ما نفس الإجرام. شوف في سوريا بالنسبة للدواعش والميليشيات الشيعية المولية لإيران، يعني يسوي تكتكون فيما بينهم ويجعلون عدوهم واحد بعض الأحيان، هي مكشوفة لعيبهم. لكن الشعب أنا أقول ثورة 1920 أنا ذاك كان الأبطال هنا، كانوا روح أو قومية وطنية تحته ما يهزمها. طيب أبو مصطفى أريد أسألك، هسه حضرتك متابع للوضع في العراق الآن، عادل عبد المهدي أصدر القرار ب سحب الميليشيات وبعدين تراجع عن هذا القرار اللي هم في سهل نينوى. طيب اذا هذا التراجع بدر من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحه واللي كل شيء بيده والحشد جوا ايده،
هذا شوكتي ينفذ قراره. يعني الامر الديواني اللي صدر اللي هو 237 القاضي انه الميليشيات اللي تريد تدخل في العمل السياسي عليها انه تسلم سلاحها، واللي ما تريد تدخل في العمل السياسي تدخل ضمن اطار تقود الدوله يقودها حيدر العبادي، اطار موازي للجيش. طيب النقطتين لم تنفذ حتى هذه اللحظه، الميليشيات لديها مكاتب سياسيه ولديها اجنحه سياسيه واجنحه مسلحه عسكريه، وحتى هذه اللحظه لا يوجد سحب سلاح ولا يوجد حصر للميليشيات وتأطيرها باطار يعني اطار هو اطار قانوني هي موضوعه به، لكن ان تكون موازيه للجيش بشكل انضباطي نظامي. حتى هذه اللحظه لم تنفذ هذه القرارات، متى تنفذ؟ سؤال محمد، في هذا مو حكومه، هاي العصابه الموجوده هذول مجرد امعات سنتهم وشيعتهم اللي يتواجدون بالمنطقه الخضراء، هذول مجرد جنود عند الامريكان وعند الايرانيين. بالنسبه لعادل عبد المهدي من بدايته يعني من شفته بدايته بال 2004 و5 و6 قلت هذا اصلا جريمه يدخل بالعمليه السياسيه، شلون اجل لكم الله صور اللي يجرون عليه الفدان قبل، اين نفس الوضعيه؟ اما عندما يامروا الخنزير الامريكي ينفذ يضب الكلام، يرجع يجي يحمل عينه على من هو ابو ايران، يرجع يترد يعني شلون نقول؟ احنا نقول معه ونعجم وتمام، هذول ما يقودون بلد، وبلدنا ضاع، اذا ننسي حقيقه بلدنا، بلدنا كله انتهى، يعني حتى اللي عندهم نفس وطنيه اليوم ساكتين ينتظرون رحمه الله لما شويه يسد نفس حتى نرجع ونقول، لكن انا اقول هسه جاء 2020 يا عراقيين خلنا نبدي ثورتنا مثل عيد امجاد اجدادنا. ماكو هذا سني وهذا شيعي وهذا كردي وهذا، اذا بيكم بخير يا عراقيين لا توالون. وارد اقول لك كلام استاذ محمد بالنسبه للشيوخ العشائر مو اللي نعناهم قبل، ذيول مثل ذول الحكومه المتواجده بالخضراء كلهم ذيول، الا ما ندر الا ما ندر تطلع من 1001 مو من 101، من 1001 الشيوخ كلهم اهل جيب، اهل فليش، اهل كيف، اهل الفسق، كل شيء عندهم على الحساب على العشائر، والعشائر ايضا لحد الان ذاك اليوم يتوعد منهم يتصل بكم يقول لكم وين شيوخ العشائر؟ عمي يا شيوخ العشائر بالله زيحت العشائر شيوخ العشائر زيحت الامريكان والايرانيين والحكومه المتواجده في الخضراء كلهم علينا ننزيهم، لا حد يوم ونبعد بالشيخ عشيره، كلهم فسقه لا كلهم المبدا خطا ابو مصطفى، فكره كلهم المبدا خطا. انا ما اقول لك كلهم، قلت لك انا قلت لك من ولا 1001 او اطلع من 1005 قد يجوز، لكن استاذ مصطفى تعال شوف متربع على عرش العشيره ويضرب به بالمليان على قولة المصري، ولا كان هام العشيره اللي يتسلب العرض يروح جداوى عنده عادي ولا يهمه شيء مثل قبل. احنا يعني الامريكي من جاي يقول اهم شيء أنه لا تستفزون العراقيين بعد الشرف. طيب أبو مصطفى أشكرك للمشاركة. مشاهدينا الكرام سنذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود لإكمال الحديث في هذا الموضوع وكذلك لقراءة الرسائل التي جاءت على الواتساب. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا هناك احد المشاركين على الواتساب ارسل مقاطع فيديو يريد ان يتم عرضها على القناه. حقيقه هو يتحدث في المقاطع عن تعذيب، يقول تعذيب اهل السنه في مدينه الموصل. طبعا هناك مختصين في القناه لمتابعه هذه المقاطع وتنقيحها، ومن ثم اذا كانت جاهزه او تنفع لي العرض سيتم عرضها بالتأكيد إذا كانت مهمة وذات هدف يتم إيصاله إلى المشاهدين الكرام.
عموما نتمنى ايضا من جميع المشاهدين الكرام ان هناك هذه المقاطع التي بالامكان ان توثق وترسل لنا عبر خدمه الواتساب او عبر خدمه انت ترى التي تقدمها قناه الرافدين، والتي تتيح لكم ان ترسلوا كل ما لديكم من مواد صوريه بخصوص ان كنتم ترغبون بعرضها على شاشه القناه. طبعا القيادي السابق في حزب الدعوه غالب الشابندر قال إن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يسعى لحشدنة العراق وتكريس سيطرته على المناطق العراقية. أيضا أضاف أن عبد المهدي أصدر أمرا ديوانيا يقضي بدمج الحشد بالقوات المسلحة، لكن بمجرد ذهابه إلى إيران واجتماعه بقائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني عاد ونقض هذا الأمر الديواني. وأكد الشابندر أن عبد المهدي خضع بشكل واضح لأوامر من خارج العراق، وبين أن عبد المهدي يعطي الأراضي المحررة استثمارا للحشد، ما يعني أن هناك حشدنة للعراق بحسب تعبير القيادي السابق في حزب الدعوة غالب الشابندر. هذا رأي، وهناك من يختلف نظرا يعني الأمور التي تراها في على الأرض في العراق، وهي قضية الانصياع والاتباع بالنسبة للحشد. التصريحات التي تخرج من قيادات الحشد لا تدلل على أنها ربما على وثاق مع عادل عبد المهدي. مع ذلك هو في النهاية هي تابعة له وفق القانون والذي شرعه البرلمان والذي يقضي بأنها تابعة للقائد العام للقوات المسلحة. السؤال هو لماذا إذن يصدر، إذا كانت الرواية الأولى هي صحيحة، لماذا إذن يصدر عادل عبد المهدي قرارات من شأنها أن تحجم دور الميليشيات وأن تقلل من نفوذها أو تسحب أيديها من بعض الأراضي؟ وإن كانت الرواية خاطئة فيعني ما مبررات أن يسحب أيضا القرار الذي يصدره ويتراجع بهذا الشكل ليسيء إلى نفسه أولا ثم إلى حكومته بشكل عام؟ ألا يدل هذا القرار الذي أصدر والذي تراجع عنه عادل عبد المهدي أنه ضعف لهذه السلطة؟ طيب ماذا عن القوانين التي صدرت أو الأوامر التي خرجت بالأمر الديواني القاضي، طبعا وفيه عدة فقرات القاضي بعدة أمور، منها سحب السلاح من الميليشيات وإدخالها في عمل سياسي إذا كانت تريد، أو أن تحصر ضمن إطار قانوني أو إطار نظامي إذا صح التعبير موازي للجيش؟ هذا التراجع يعني كما استمعتم إلى المشاهدين الكرام يدل على ضعف هذه السلطة وأنها لا تتبع أوامره. وهناك أدلة كذلك في تصريحات قادة الميليشيات على هذا الكلام، وهو تصريح على سبيل المثال أبو مهدي المهندس الذي قال الحشد الشعبي لن يحل حتى لو جاء الأمر من رئيس الوزراء. وبعد ذلك جاءت تصريحات متتالية، منها تصريح القيادي في ميليشيا النجباء المتحدث الرسمي الذي كما تحدثنا قبل قليل قال سنزيل حكومة بغداد إذا أرادت أن تصدر خطوات أو تتخذ خطوات تتعارض مع طهران وسياساتها. وكذلك كانت هناك تصريحات لبعض المسؤولين الذين أكدوا أن أوامر إيران هي التي تسير في العراق وتنفذ، بينما الأوامر التي تخرج من ديوان رئاسة الوزراء هي أوامر هامشية قد ينظر لها وقد لا ينظر، وقد تنفذ منها كما يقول محللون سياسيون، قد ينفذ من القرارات والأوامر التي تخرج بالنسبة للحشد ما يخدم الحشد فقط ويتوالم مع مصالح هذه الميليشيات، وبالتالي لا يتعارض طبعا مع سياساته ومع سياسات طهران. ينفذ فقط هذه القرارات أو تنفذ فقط هذه القرارات، بينما كل ما يتعارض مع الميليشيات خطواتها استراتيجيتها قراراتها أو مصالحها ومصالح طهران طبعا هي أمور تجعل الإعلام التابع لهذه الميليشيات يخرج ليتصدر المشهد ويتحدث ويهاجم هذه القرارات ويصفوها بأنها قرارات ضعيفة وتسيء إلى الحشد وتصور أو تشوه صورته. طبعا أيضا هناك سؤال يطرح دائما عند الحديث عن الميليشيات وعن الحشد الشعبي، وهو دور المسؤولين عن تشكيل هذه الميليشيات وهم يشاهدونها تتحرك وفق رغباتها ووفق أوامر إيران. الجهات التي أصدرت هذه الفتوى التي خرجت بها هذه المجاميع وبعد ذلك أثبتت هذه المجاميع أولا عدم ولائها إلى الحكومة، هذا واحد. ثانيا أنها تتصرف وفق رغباتها وفق أوامر إيران، حتى لم يتم الرجوع إلى الجهة التي أصدرت
الفتوى القاضية بتشكيل الحشد وميليشياته. السؤال هو يوجه لهم، ما دورهم فيما يحدث من سياسات وانتهاكات ارتكبت على يد الميليشيات التابعة للحشد، ميليشيات الحشد بشكل عام، وما هي الخطوات التي يمكن أن يتبعوها في سبيل السيطرة على هذه الميليشيات باعتبارهم هم المخرجين لهذه المجاميع؟ معنا السيد أبو محمد من الموصل، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أستاذي العزيز؟ تحياتي لك ولجميع كادر قناة الرافدين، قناة الحقيقة، قناة الشعب الصراحة. أهلا وسهلا. أستاذي العزيز، موضوع الحشد. نعم. إحنا نعرف كل زين بأنه الدولة ما لها سيادة أصلاً. وقرارات الدولة اللي إذا تطيها سواء رئاسة الوزراء أو البرلمان أو هذه كلها مدعومة من الخارج، هاي نعرفها كل زين، بس احنا موضوعتنا الرئيسية موضوعة المعتقلين أستاذي العزيز. اليوم الموضوع يعني ليس المعتقلين أبو محمد، أنا فاهم عليك، ولكن اليوم هو الموضوع عن دور الميليشيات في العراق وتصاعد نفوذ هذه الميليشيات في مقابل تصريحات من الحكومة التي تريد أن تسيطر في تصريحاتها على هذه الميليشيات، لكن يبدو أن على أرض الواقع الأمور تختلف، ونحن نسأل عن الأسباب التي تقود إلى الاختلاف. الحكومة ما لها سيطرة على أي شيء بالبلد. القرار يجي خارجي، سواء الحشود أو القضايا مثل حياة المواطن. نعم. كل شيء ما لها سيطرة. هذا يكفيني القول وأنا أشكرك جدا أبو محمد، شكرا لك. وبالنسبة لموضوع المعتقلين، طبعا دائما ما نطرح هذه المواضيع كعناوين لبرامجنا، في بعض البرامج تكون هي موضوع رئيسي، بإمكانك إن شاء الله تتواصل معنا بهذه القضية. هناك ارتباط بهذه الجزئية طبعا مع موضوعنا الرئيسي، هي أيضا دور الميليشيات في إثارة الرعب والهلع، وكذلك الدور المباشر لها في عمليات الاعتقال والتغييب القسري التي تمت على يد هذه المجاميع بشكل عام، بغض النظر من هو التشكيل، لكن طالما كانت ضمن إطار أو مظلة الحشد الشعبي، هذه الانتهاكات التي وثقت دوليا والتي وثقت أمميا وكذلك من منظمات محلية، وثق عدد الانتهاكات التي ارتكبت وكذلك نوعية هذه الانتهاكات وطبيعتها ودور ميليشيات الحشد في هذه الانتهاكات، من قضايا تتعلق باعتقال وتغييب قسري إلى قضايا تتعلق بإعدامات ميدانية وتعذيب في السجون والمعتقلات أو حتى تعذيب في الشوارع وابتزاز للمواطنين، غيرها من هذه الأمور الكثيرة التي التصقت بالحشد الشعبي وهذه الميليشيات المنضوية ضمن هذا الاسم. أحد المشاركين يقول: أنا من الموصل، والله الميليشيات نهبت الموصل واغتصبت النساء، وينكم يا عرب؟ ترى أهل السنة راحوا، يا الله فرجك القريب، خلي كل شريف يشوف هاي المقاطع. طبعا نفس الشخص الذي أرسل كما قلت لكم مشاهدينا قبل قليل المقاطع المتعلقة بتعذيب في السجون، يقول تعذيب لأهل السنة في مدينة الموصل وتعذيب في محافظة صلاح الدين من قبل ميليشيات الحشد، لا يوجد هناك آلية لعرضها مباشرة ويجب أن يتم فحصها في البداية بعد ذلك تعرض، فإن شاء الله سنتابع هذه المقاطع مستقبلا ونشاهد تفاصيلها. أيضا يطرح سؤال بخصوص حكومة عادل عبد المهدي ونفوذ الميليشيات المتصاعد، السؤال هو كيف لهذه الدولة أن تبنى وحكومة تتحدث عن دولة مؤسسات وإعادة إعمار وبناء في ظل وجود ميليشيات متنفذة مسيطرة تصول وتجول كما تريد، وهي لا تتبع أوامر القائد العام للقوات المسلحة، قائدها مسؤولها الأول وفق القانون، وهي كذلك لديها هذه المكاتب الاقتصادية التي تقوم بابتزاز المواطنين وتقوم باستغلال الممتلكات العامة لمصالحها الخاصة. هذا السؤال: كيف لهذه الدولة أن تنهض في ظل وجود ضعف واضح لدى هذه الحكومة وهذه السلطة الحاكمة في السيطرة على الميليشيات وفرق الموت؟ السيد صباح من بغداد، تفضل. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة احنا نعرف القرار الاول والاخير هو بيد قادة الميليشيات الطائفية واللي هم مرتبطين ارتباط مباشر بإيران،
كل شفنا احنا عادل عبد المهدي من صدر امر بحل الميليشيات واضافتها الى وزاره الدفاع والاجهزه الامنيه ووزاره الداخليه، يعني بعض القادة الفصائل رفضوا هذا الانخراط مع الاجهزه الامنيه ولازم يظلون هم محافظين على المقرات اللي احتلوها والاسلحه اللي استحوذوا عليها من وزاره الدفاع ومن وزاره الداخليه. فبعض قادة الميليشيات ما يعني يتأمرون بأمر عادل عبد المهدي، هم اتصالهم مباشر بالحرس الثوري وبخامنئي وقاسم سليماني. ما قيمة وجود ورقة تقول بأنه هناك قائد عام للقوات المسلحة ومسؤول عن الحشد، ما قيمة هذه الورقة إذن وهذا القرار يعني الذي صدر؟ أي رئيس وزراء أو وزير داخلية أو وزير دفاع هو ما موجود، وأي أمر يعطيه مثل أعطى أمر بالانسحاب أولا انسحاب الميليشيات من سهل نينوى، وشفنا هسه احنا الميليشيات ما قبلت أعطى أمر ثاني في بقاء الميليشيات داخل سهل نينوى، إذا الأمر مو بيده، هو يتوجه لمن هادي العامري والمالكي وقيس الخزعلي وأبو مهدي المهندس، هم جاي يديرون العراق. صدقني استاذ لا رئيس وزراء طيب ولا ما حاجه الميليشيات سيد صباح، ما حاجه الميليشيات اذا الى ان توضع باطار قانوني وبهذا الشكل اذا كانت هي تتصرف على حريتها؟ بالطبع استاذ هي الميليشيات اللي جاي تتصرف وهي صاحبه القرار وهي صاحبه المسك الملف الامني بكل المحافظات السنيه، احنا شفنا هسه الميليشيات الطائفيه جاي نفوذها ينتشر بالمناطق السنيه بعد ما داعش سحب داعش صار هم البديل عن داعش، فالملف الامني والقانون وهم اصحاب التنفيذ القانون هي القياده الميليشيات الطائفيه ونفوذها اكثر. يقول البعض سيد صباح، يقول البعض انه فكره وضع الميليشيات داخل اطار قانوني هو لحمايتها. طيب الدوله في صف الميليشيات والقانون في صف الميليشيات، اذا الحمايه من ماذا تحديدا؟ ما الذي تسعى اليه هذه الميليشيات لكي يكون درعها القانون؟ يشرعون قانون يحمي عناصرهم الميليشياويه ويريد يحجدون الراي الموجود راي الشارع ان الميليشيات الطائفيه هاي يعني كلها تطبق القانون وناس جم تشكيل قرار من برلمان شكل الحشد وانها هيئه معترف بها رسميا ورواتبهم رسميه وتجهيزهم بالاسلحه رسميه، فرادهم يحمون الميليشيات الطائفيه اللي احنا نعرف اصول الميليشيات وجذورها وين ممتده، يحموها قانونيا وفعلا هسه هي محميه قانونيا استاذ، يعني شوف ابو الميليشيات يعني ابو الجيش سيطره الجيش او الداخليه ما عنده اي نفوذ عليه ولا عنده اي هيمنه ولا اي سيطره عليه يعني. طيب يعني بهيك حالة سيد صباح، كيف لهذه الدولة أن تبنى في ظل وجود ضعف واضح من الحكومة وفي ظل وجود تنامي في النفوذ للميليشيات؟ احنا ماكو دولة تبنى والميليشيات الطائفية موجودة، يعني اي دولة هاي اللي احنا نحكي عنها؟ ماكو دولة، العراق الان بلا دولة، عراق الميليشيات الطائفية والعراق الذيل كحكومة وسياسيين الى الجمهورية الاسلامية اللا ايرانية. يعني فالعراق هو ذيل لايران استاذ، فالقانون هو حاليا بيد الميليشيات الطائفية، هي الميليشيات هي اللي تؤمر، مثل عندك ملف جرف الصخر، احنا كلنا نعرف جرف الصخر شلون هجر اهلها وتغير المنطقة ديموغرافيا على ايد الميليشيات الطائفية. طيب انا عندي سؤال لك سيد صباح، المتحدث باسم ميليشيا النجباء نصر الشمري هدد باسقاط حكومة بغداد اذا اتخذت خطوات تتعارض مع مصالح ايران، هذا التصريح مباشر من احد المتحدثين الرسميين باسم احدى الميليشيات في الحشد الشعبي، الحكومة لم ترد حتى هذه اللحظة على هذا التصريح وهو تصريح خطير جدا يهدد بقاء هذه السلطة الموجودة في المنطقة الخضراء. طبعا استاذ احنا قادة الميليشيات هم اصحاب القرار، فهذا طعن بالحكومة وهذا يدل على ان الحكومة ما لها اي وجود، اي قرارات يقررها مجلس رئاسة الوزراء او البرلمان يعني اذا كانت تتعارض قاده الميليشيات ونفوذهم بالمنطقه وهيمنتهم على سيطره المناطق راح يرفض هذا اي قرار او اي توجيه. يعني فالقرار الاول والاخير هو هذا دليل على ان الحكومه ما بها لا
سيادة ولا بها أوامر تنفذ. الأمر الأول والأخير بيد الميليشيات الطائفية اللي تابعة لإيران حصرا. أكو بعض الميليشيات احنا نعرف ولاها راحم جهاد كفاية وغيره وغايتهم هو مقاتلة داعش، لكن النسبة الأكبر والمؤثرة والمهيمنة على قادة الميليشيات هم ناس تابعين إلى الحرس الثوري ويتمرون بأمر قاسم سليماني. القرارات اللي يقروها الحشد هي اللي تمشي بالشارع العراقي. يعني هسه أي شخصية سياسية تعارض الحشد أنا متأكد 100% يتم تصويتها، سواء سياسي أو رجل دين أو إنسان وطني أو أحد يعارضهم، لأن الميليشيات هي المهيمنة. وهسه دولتنا احنا نقدر نسميها دولة الميليشيات. وبرأيك شنو البدائل المتاحة حتى الموضوع موضوع تنامي نفوذ الميليشيات يقف عند حده، بل تقلص هذه النفوذ وتسحب أو يسحب البساط من تحت قدم الميليشيات، وكذلك يحصر وجودها ضمن إطار معين إذا كانت هذه الدولة طبعا هي من الواضح أنها داعمة لهذه الميليشيات فترغب ببقائها؟ أول والأخير هو بيد الأمريكان، لأن احنا العراق نعرف أن كل العراقيين يعرفون العراق محتل وتحت وصاية البند السابع اللي خرجته الأمم المتحدة. فالمفروض الأمريكان إذا كانوا مجادين هم يعني هم الأمريكان أحسن من الميليشيات يا سيد صباح؟ لا لا بالعكس، دول يهود ودول ناس فرس عجم، ما يعني لا دول أحسن ولا دول أحسن، لكن الأمر الأول والأخير والقرار النهائي هو بيد الأمريكان. الأمريكان قادرين على حجب هذه الميليشيات الطائفية وضربها بكل مكان مثل ما أعطوهم الفرصة. بس هذا الطرح سيد صباح يعطي فكرة للمشاهد أن التعويل الأول والأخير هو على الأمريكان، وكأنه ليست هناك قدرة للمجتمع العراقي أن يتخلص هو من هذه الميليشيات. ما رأيك؟ من العراقيين بالذات المناطق السنية اللي يسموها محررة وهي مدمرة، ماكو أي قدرة بالمحافظات السنية لمواجهة الخطر الميليشياوي أو قادة الفصائل الميليشياوية. ونشوف احنا على الطبقة السياسية السنية أتحداهم أي واحد بيهم أي شخصية سياسية برلمانية يطلع يصرح بالتلفزيون العراقي أو أي قناة يطلع يصرح على الانتهاكات اللي يقوم بها الميليشيات الطائفية. فإحنا ليش نقول الأمريكان؟ الأمريكان هم يجموا بحجة التحرير وبحجة هو احتلال. طيب. وأنا سبق وقلت لك أستاذ احتلال، الأمريكان بيدهم القضاء على الميليشيات الطائفية. أي حل ماكو. إحنا شفنا المظاهرات. وضحت فكرتك سيد صباح، أعتذر منك الوقت انتهى. نؤكد على نقطة مشاهدينا الكرام أن الشعب العراقي لديه القدرة ولديه القوة ولديه الجرأة وليس خائفا حقيقة من وجود هذه الميليشيات أو من وجود سلطة حاكمة عليها كثير من الملاحظات وارتكبت كثير من الانتهاكات وفق تقارير دولية، وهناك أدلة وشواهد على ذلك، وهي كثير من الانتفاضات والمظاهرات التي حدثت في العراق التي رفضت هذه السلطة الحاكمة رغم وجود إطلاق نار على المتظاهرين، رغم قتلى، رغم وجود جرحى، لكن مع ذلك الأصوات ما زالت تتصاعد، إن دل على شيء يدل على الرغبة بالخلاص ويدل كذلك على قوة إرادة هذا الشعب. بهذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.